لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد يا ربنا إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، أنت وحدك صاحب الأمر وإليك المنتهى. المعفي هو من عافيت، والمبتلى هو من ابتليت. قل لملك سوى ملكك العظيم زائل، وقل لفضل سوى فضلك الكريم منقطع. يا رب يا رب إن قست القلوب فلا تلين إلا بذكرك، وإن اشتد البلاء فلا يرفع إلا بعفوك. فأنت وحدك الذي بيدك الأمر وإليك الأمر، ولا ملجأ منك إلا إليك. لي في بهاك توسما وسناء، ولي في علاك توسل ودعاء. يا من له في كل شيء آية، وبأمره تتكون الأشياء. هب لي رضاك فكل ما أنا صانع، لولا رضاك توهم وهباء. يا مانح الكون العظيم جلاله وجماله، لي من راحتيك عطاء. أتيت بابك لا أرى لي غيره، ومن احتمى بحماك كيف يساء. يا ربنا إننا نشهد أننا رضينا بما قضيت وقدرت يا أرحم الراحمين. فأنت الذي قلت في حديثك القدسي: من صبر على بلائي ورضي بقضائي وقنع بعطائي وشكر لي نعمائي كتبته صديقا وحشرته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر لي نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. يا ربنا نشهدك أننا رضينا بقضائك وبقدرك، فاجزنا يا رب خير ما جزيت الصابرين. فأنت الذي قلت في كتابك: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نحن في ليلة تكريم الأم الغالية، الأم الودود، التي أقول لأبنائها: اعملوا صالحا فيما هو آت في دنياكم بعد اليوم. فإذا ماتت أم العبد نادى مناد من قبل الله: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا في دنياك نكرمك من أجله. وصلاة وسلاما على حضرة الحبيب المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا، يا خير من رفع الإله وشرفا. من ذا الذي أعنيه يا أهل الوفا؟ هو الذي إن مس غصنا يابسا ألقى ظلاله على طبيب قد شفى. صلوا عليه وسلموا يا إخوتي، ما طار طير في السماء ورفرفا. إن البخيل كما قال نبينا: من لم يصلي على النبي المصطفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت في حديثك وأنت أصدق القائلين: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا بنا لتسبح الأرواح عالية في سماء القرآن، صوت قارئ كريم ابن كرام علما ودوما من الأعلام شرفت به الإذاعة المصرية أن يكون أحد قرائها.
قارئا مجيدا محكما لكتاب الله، أعطاه الله دقة الأداء وجمال الصوت. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، قارئ المقيم بأولاد مهنا مركز بلدي الشرقية، الذي ندعوه إلى الارتقاء إلى منصة التلاوة، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هو العزيز الحكيم.
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه I'm
مايك. وما يعلم تأويله إلا الله بعد إذ هديتنا.
إنك أنت الوهاب ربنا أكرمك. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا Yeah.
كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون المغاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم. قد كان لكم
سقطا التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم الهدى بستانا زرعوا حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفوح بيانا جعلوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان وهكذا ايها السادة الكرام وقد عشنا في رحاب ايات ربنا العليم العلام بصوت قارئ كريم من الكرام وعلما ودوما من الاعلام قارئ بمصر والعالم الاسلامي وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد فتح الله جوبر القارئ المقيم باولاد مهنا مركز في البي الشرقيه سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر أسير إذاعتنا الخارجية والهندسة الصوتية كبرى إذاعات المقر الدولية لصاحبها الحاج محمد الخولي وأولاد إدارة المهندس وحيد الخولي مقيم بالعوسجة مركز هيئة شرقية سجلت من داخل قصور الضيافة المتنقلة فراشة الحاج سامي أبو الفتوح المقيم قرية الغار الزقازيق شرقية كبرى مخازن الإنارة الذهبية الحديثة دار المهندس محمد سرحان المقيم بالغار الزقازيق قام بتقديم واجب الضيافة متر مصطفى الحفيدي المقيم بمدينة الزقازيق قام بتسجيل التلاوات وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي مخرج هذه الليلة الذي يمتعنا بها كل صباح وليلة المهندس ناصر صلاح المقيم بمركز ومدينة الزقازيق شرقية باسم العائلة الكريمة باسم فضيلة الشيخ عمرو الدسوقي وباقي أفراد العائلة الأكرمين الكرام نتقدم
أسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هذا المكان شاركهم واجب العزاء في هذه الليلة التي تقام تكريما للأم الكريمة. الشكر موصول عميد الدكتور علاء المرشدي ومعالي اللواء بهاء المرشدي العقيد عيد سالم عمدة كفر عوض الله حجازي. الشكر موصول للنائب المحترم صاحب الأدب والواجب عميد السياسيين وعميد البرلمانيين الحاج رفعت البيومي وإلى كل من أتى إلى هذا المكان. الله أسأل أن يتغمد الأمة الكريمة بواسع رحمته وأن يدخل عليها الضياء والنور والفسحة والسرور وأن يجعل هذه الليلة أسعد ليليها وأن يلهم الأهل جميعا الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه.